النهاردة بتحل ذكرى وفاة نجم البوب الأشهر عالمياً مايكل جاكسون، واللي صنف كأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعاً للإسطوانات في جميع أنحاء العالم، بحجم مبيعات اتقدر تقريباً بأكثر من 350 مليون تسجيل عالمي. وكمان كان يعتبر أقوى نجم تأثيراً في مجال الموسيقى على مر التاريخ. وفي ذكرى وفاته تعالى بقى أعرفك إيه سر الشارة اللي كان بيلبسها. مايكل جاكسون مجنون ستايل وإكسسوارات، يعني تلاقيه مرة لابس قفازات ايد لامعة جدا مرصعة بالألماس، مرة تانية شرابات لميعة حاجة كده مش مفهومة، لكن ليه دايما كان بيلبس شارة على دراعه؟ مايكل كان عامل مؤسسة خيرية وحب يعمل دعاية ليها بطريقة مميزة، وهي انه يلبس شارة على دراعه، واتقال ان الشعار ده وطريقة لبس مايكل جاكسون وقتها كان بيتم التركيز معاها من الاطفال ومحبيه في كل انحاء العالم، فشاف بقى ان الشارة دي هي اهم وسيلة تسويق ليه. لكن في ناس قالوا ان النظرية دي مش صح تماما. مايكل بيردن، واحد من اللي اشتغلوا في المؤسسة الخيرية لمايكل جاكسون، قال ان الشريط الابيض اللي كان بيحطه على دراعه كان ليه اهمية كبيرة جدا، لانه كان بيحيي حفلات ضخمة بتضم عدد كبير من الناس. مايكل جاكسون كان بيلبس شرابات بيضة واشرطة بيضة على صوابعه عشان الحركات الرقص بتاعته تبان اكتر وضوح للمعجبين اللي قاعدين في اخر الصف، لان اللون الابيض بيلتقط الضوء بسرعة جدا، وده سبب انه يعمل الحركات اللي بيعملها دي، وسبب برضو في لبس الشارة البيضة. لكن في ناس قالت بقى ان الشرايط اللي كان بيلبسها دي هدفها الاول تغطية مرض البهاء اللي اصيب بيه في وقت مبكر من عمره. الحارس الشخصي بتاعه بقى مات فيدس قال سبب مختلف تماما لكل اللي اتقال ده، واكد ان الشريط اللي كان على ايديه كان عايز يلفت بيه ملك الباب نظر وسائل الاعلام. واكد مات كمان ان مايكل جاكسون كان حريف قوي في لعبة انه يتلاعب بالميديا، وعارف ازاي يتصدر الصفحات الأولى لكل المجلات المحلية والعالمية. يعني 90% من الوقت كان حاطط قناع على وشه أو شريط لاصق على أيديه أو الشريط كمان اللي كان بيحطه على أنفه، وده كان الأمر المفضل بالنسبة ليه، وكان دايما بيقول إنه عايز إن حياته تكون أكبر لغز على وجه الأرض. مايكل جاكسون في محطات كتيرة جدا من حياته محدش يعرفها، وقضايا مثيرة للجدل جدا أثيرت بعد ما مات. لكن يمكن القضايا اللي ظهرت خلال الفترة الأخيرة هي الأكثر إثارة للجدل، واللي لسه في بعضها ما تحكمش فيه لحد دلوقتي. المهم قول لنا في التعليقات، تفتكر إن مايكل جاكسون هو أكثر فنان مثير للجدل في تاريخ الفن العالمي ولا لأ؟